العالم، كما شاهد الجميع طائرات مناخية هائلة يهجم على العالم من بلد لآخر، زلزال مدمر يضرب المغرب، وكذلك فيضانات عارمة تضرب كل من ليبيا وكذلك إسبانيا. كما شاهدتم في أول فيديو مشاهدينا الكرام، إسبانيا تغرق تستنجد بعد هطول أمطار رعدية قوية على مدينة ساراكوسا، مما أدى إلى حدوث فيضانات كبيرة وكذلك هبوب رياح قوية جد 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 قوية. مشاهدينا الكرام، إذا كنت أول مرة تشاهد قناة أسرار الطبيعة فلا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. من هذا المنبر نقول رحم الله جميع شهداء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، وكذلك الفيضانات المدمرة التي ضربت ديارنا في ليبيا. رحم الله إخواننا الليبيين وإخواننا وشقائنا الموجودين بجانب الآن في منطقة الحوز. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله وإياكم.